السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فهل هذا صحيح؟ نعم، ينسبونه للإمام الشافعي، لكن ما ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله، ينسبون هذا إليه ولكن ما ثبت عنه رحمه الله، وهو أتبع للسنة وأعرف بها وأعلم بها. نعم، أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.